حبايبي اولاد وبنات سنه ثالثه الشاطرين، ازيكم يا حلوين؟ رجعنا تاني نكمل مع بعض دروس المحور الاول. هناخد النهارده الدرس الثاني، بيتكلم عن الفداء في العهد القديم. كان ايه شكل الفداء في العهد القديم؟ هناخد النهارده درس الحيه النحاسيه. ايه الحيه النحاسيه دي؟ انا اول مره اسمع الاسم ده. تعالوا نشوف الحيه النحاسيه دي ايه، ومين اللي قال نعملها، وعملناها ازاي، وكان ايه سبب عملها اصلا. الدرس ده هنلاقيه موجود في كتاب المدرسة في الصفحات من أول صفحة 16 لحد صفحة 22. تعالوا مع بعض نشوف درسنا. زمان خالص خالص في أرض مصر كان فيه فرعون. فرعون يعني إيه؟ كان أي ملك بيبقى ملك على مصر بيبقى اسمه فرعون، خلاص؟ كان فيه فرعون زمان خالص خالص، وكان شعب ربنا موجود في أرض مصر، وكان فرعون ده بيستعبد شعب ربنا. وكان يعني ايه بيستعبد شعب ربنا؟ ايه الكلمة الغريبة دي؟ يعني كان بيشغلهم في الأرض بتاعته، يزرعوا ويعملوا ويبنوا من غير ما يديهم فلوس خالص. هو ده الاستعباد، ان هو يشغلهم من غير ما يديهم فلوس. مش بس كده، ده كان ما بيديهمش فلوس، وكمان كان بيضايقهم وبيخلي جنوده ممكن يضربوهم علشان يشتغلوا أكتر، أو يعذبوهم عشان يشتغلوا أكتر من الشغل اللي المفروض يشتغلوه. فشعب ربنا تعب قوي وزهق، وقال يا رب انقذنا، يا رب خلصنا من ايد فرعون دون. صرخ شعب ربنا لله في ارض مصر، وربنا سمع لصوت شعبه. ولان فرعون ملك بيستعبدهم وبيضايقهم، قال ربنا لموسى، قال له ايه؟ ادخل لفرعون وقول له انه يسيب شعب ربنا يخرج من ارض مصر وما يقعدش في ارض مصر تاني. يا ترى موسى هيسمع كلام ربنا وهيروح لفرعون وما يخافش ويقول له يخرج شعب ربنا من ارض مصر، ولا هيخاف من فرعون ويقول لا ده فرعون ممكن يضربني ويموتني؟ تعالوا نشوف موسى هيعمل ايه. موسى راح فعلا لفرعون وقال له ربنا بيقول لك خرج شعبه من هنا، خرج شعبه من ارض مصر. فرعون قال ايه ده؟ ايه اللي موسى بيقوله دوت؟ انا اسيب الشعب اللي بيعمل كل حاجه هنا، هو في مصر بيزرع ويبني ويعمل ومن غير كمان ما تديله فلوس، اسيبه يخرج كده عادي؟ امال مين اللي هيزرع ومين اللي هيبني؟ لا 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 انا مش موافق. فراح ربنا ضرب فرعون وارض مصر 10 ضربات. 10 ايه؟ 10 ضربات. ايه الضربات دي؟ يعني مثلا في ضربه من الضربات كان ان جه ذباب كتير قوي قوي، كانت الارض ما تتشافش من كتر الذباب اللي عليها، الذباب اللي هو الدبان الاسود اللي احنا بنشوفه دوت، الارض ما تتشافش من كتر الذباب اللي عليها. وكان الكلام ده، الحاجه الغريبه بقى ان كان الكلام ده في بيت فرعون وفي ارض مصر كلها ما عدا الحته اللي قاعد فيها شعب ربنا، الحته دي ما جاش عليها ذباب خالص. مش بس كده، كان في ضربه ثانيه، ضربه الجراد، جه جراد كل المحصول بتاع فرعون وارض مصر كلها، والجراد الكتير دول ما جاش في الحته اللي موجود فيها شعب ربنا. وفضل كده لحد 10 ضربات، لحد الضربه الاخيره، الضربه العاشره دي كانت ضربه قويه جدا جدا. عارفين حصل ايه؟ صحي من النوم الصبح فرعون، لقى ابنه الكبير البكر بتاعه مات. ومش بس كده، ده لقى كل مصر بتصرخ. مصر بتصرخ ليه؟ لان كل بيت البكر اللي فيه اللي هو الابن الاولاني مات. ضربة الابقار دي اسمها ضربة الابقار، كل الابقار اللي في ارض مصر ماتوا، لكن شعب ربنا كل الابقار اللي عنده عاشوا، محدش مات ومحدش سمع من عندهم صويت. وبعد 10 ضربة فرعون راح نادى موسى وقال له اخرج اخرج انت وشعب ربنا من ارض مصر، يلا روحوا امشوا امشوا، مش عايزين ضربات تاني، كفايه علينا اللي حصل دوت. وفعلا موسى خد شعب ربنا وخرج من ارض مصر. بس يا خساره، بعد شويه كده فرعون فكر وقال ايه ده؟ انا ازاي خرجتهم؟ ازاي سبتهم يمشوا؟ امال مين اللي هيزرع ومين اللي هيبني في ارضي؟ فراح خد جنوده وجري وراهم بالمركبات لحد ما وصل شعب ربنا للبحر، بقى البحر الاحمر قدامهم، وبيبص وراه لقى فرعون وكل جنوده وراهم. خلاص كده كده ميتين، يا هيخشوا البحر ويغرقوا يا هيموتوا بسيوف فرعون. فراح ربنا قال لموسى ايه؟ يا موسى شق البحر بعصايتك. وفعلا موسى شق البحر بعصايته، والبحر بقى سور الناحيه دي وسور الناحيه دي، ومشي موسى بشعب ربنا في النص وعبروا البحر.
والعبور البحر ده يا حبايبي دي إشارة للمعمودية اللي احنا كلنا لما بنتولد بنتعمد. كانت زمان في العهد القديم بقى إشارة المعمودية دي هي عبور شعب ربنا البحر من غير ما يجرى لهم حاجة ويتنقصوا من إيد فرعون. وقعدوا ماشيين شعب ربنا بعد ما عدوا البحر في البرية ورا موسى في طريقهم لحد الأرض اللي وعدهم ربنا بيها. طب تعالوا نشوف حصل لهم إيه بعد كده، بعد ما عدوا البحر حصل إيه لشعب ربنا. مشي شعب ربنا في البرية ورا موسى مش يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين، لا دول مشي ورا موسى في البرية سنين كتير قوي قوي قوي. وكان في السنين الكتيرة دي رغم ان هم ماشيين في الصحراء وعايشين في الصحراء طول السنين دي، لكن كان ربنا بيرعاهم وبيحميهم من اي شر، وكمان بيوفر لهم الاكل والشرب. ايه ده، صحراء وربنا بيوفر الاكل والشرب؟ طب ازاي؟ بس كمان شعب ربنا رغم كده كان بيغلط غلطات صعبة قوي، كان بيتذمر على ربنا ويقول لا احنا مش عايزين نقعد كده في الصحراء، وكانوا بيتذمروا وكانوا مش لما لقوش حاجة ياكلوها صرخوا لموسى وقالوا له انت جايبنا هنا ما نلاقيش اكل ولا شرب، انت جايبنا هنا نموت في الصحراء، احنا جعانين عايزين ناكل، وكانوا بيتذمروا على ربنا. يا ترى موسى هيعمل لهم ايه في الصحراء؟ تعالوا نشوف. صلى موسى لربنا فراح ربنا ادى ارسل ليهم ادى شعبه المن. ايه المن ده؟ المن ده حاجه طعمها كده يا حبايبي عامل زي الرقاق، عارفين الرقاق الناشف الابيض دون؟ هو حاجه المن ده عامل زي الرقاق. ومش بس كده، المن ده بيشير للسيد المسيح، عارفين ليه؟ لان المن ده كان خبز عامل زي الرقاق، خبز بينزل من السماء، والسيد المسيح هو خبز الله النازل من السماء، احنا بنقول عليه كده هو خبز الله النازل من السماء. يبقى اول اشاره عندنا هي للمسيح هي المن، دي حاجه في العهد القديم اشاره للمسيح، المن النازل من السماء هو إشارة لسيد المسيح اللي هو خبز الله النازل من السماء. مش بس كده، ده ربنا كمان بعت لهم من السماء حاجة تانية، بعت لهم من السماء في وسط الصحراء السلوى. إيه السلوى دي؟ عارفين الحمام؟ الحمام ده مش في طائر زيه اسمه السمان، السمان دون كان طعمه شبه قوي السلوى دي، والسلوى دي طيور زي شبه خالص طيور السمان. يبقى ربنا بعت لشعبه في الصحراء في البريه لما اتذمر وقال ان هو جعان وموسى صلى، بعت حاجتين، المن اللي نزل من السماء اللي هو شبه الرقاق، والسلوى اللي هي شبه طيور السمان. ولما يا ترى بقى هيسكتوا؟ لا، دول لما عطشوا برضو رجعوا تاني يتذمروا عشان هم عطشانين ومش لاقيين ميه يشربوها. فراح موسى صلى لربنا وبرضو ربنا قال لموسى يا موسى بعصايتك اضرب الصخره، الصخره الحجر الكبير اللي قدامك في الصحراء اضربه بعصايتك، قامت الصخره طلعت ميه وشعب ربنا كله شرب. عارفين الصخره دي كمان هي بتشير للسيد المسيح لما كان على الصليب، هو الصخره اللي انقذتنا. يبقى هنا عندنا اشارتين في العهد القديم لسيد المسيح، ايه هي؟ المن إشارة للسيد المسيح خبز الله نازل من السماء، والصخرة إشارة للسيد المسيح على الصليب. طب تعالوا نشوف شعب ربنا هيسكت مش هيتذمر تاني ولا هيحصل ايه؟ يا خسارة، رجع شعب ربنا يتذمر تاني على ربنا. طب ليه المرة دي؟ المرة دي بقى بصوا بيقولوا ايه؟ المرة دي بيقولوا المن ده احنا زهقنا منه، ده طعمه سخيف قوي قوي واحنا كرهناه، كل يوم من كل يوم من، احنا زهقنا. وما شكروش ربنا خالص على رعايته ليهم طول السنين دي، وانه بعت لهم من السماء من وسلوى ليهم كل يوم من السماء عامل زي المطر كده ينزل عليهم، ما شكروش ربنا وتذمروا. طب يا ترى هيحصل ايه؟ هيحصل ايه بعد التذمر اللي اتذمروه ده تاني؟ تعالوا نشوف. حصلت حاجه غريبه، جت حيات، عارفين الحيات اللي هي التعابين، حيات قعدت تحارب شعب ربنا، طلعت من الصحراء من كل حته كده تحارب شعب ربنا وتلدغه، وموتت ناس كتير قوي بالسم بتاعها، وصرخ شعب ربنا لموسى وقال له الحقنا. فراح موسى صلى وقال له الشعب ربنا اعترف بخطيته وقال الحقنا، احنا غلطنا لما اتذمرنا على ربنا، احنا غلطنا لما قلنا كل الكلام ده، احنا غلطنا، احنا اسفين، صلينا يا موسى واطلب عنا. وفعلا صلى موسى علشانهم. طب يا ترى ربنا هيعمل ايه؟ هيستجيب لصلاة موسى ولا لا؟ تعالوا نشوف ربنا الحنين هيعمل ايه. سمع ربنا لصلاة موسى وقال له ايه؟ يا موسى اصنع لك حية، انت بنفسك اعمل حية، حية من النحاس، حية كده شكل التعبان يعني، بس تصنعها من النحاس وحطها على راية، في راية كده علقها
في وسط الصحراء وحط الحية النحاس اللي انت صنعتها بايدك دي عليها، فكل واحد تلدغه حية تقرصه حية تقوم يبص للحية النحاس دي ينجى، لكن لو اي حد لدغته الحية وما بصش للحية النحاس هو مش هيعيش ومش هينجى. ففعل موسى فعلا زي ما قال له ربنا، وفعلا صنع الحية وفعلا حطها على راية زي ما قال ربنا بالظبط. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. كانت الحية النحاس دي بتشير برضو للرب يسوع. يبقى احنا كده خدنا ثلاث اشارات في الدرس ده للرب يسوع. ايه هما؟ مين يفكرني؟ برافو. المن اشارة للرب يسوع، خبز الله النازل من السماء. اتنين ايه هو؟ ها؟ برافو. الحية النحاسية دي بتشير للرب يسوع اللي اتعلق على الصليب. طيب ايه تاني كمان؟ الصخرة. برافو، إشارة للسيد المسيح على الصليب برضو. يبقى احنا خدنا المن، الصخرة، والحية النحاسية. الحية النحاسية اللي بتشير الرب يسوع اللي تعلق على الصليب، كان كل اللي بيبص ليها بيتشفى على طول من سم الحية ويقدر يعيش. زي ما احنا خلصنا من الموت من الشيطان وحيانا حياة أبدية لما شفنا المسيح معلق على الصليب. طيب تعالوا بعد ما خلصنا الدرس بتاعنا وعرفنا قصة الحية النحاسية، تعالوا بينا نشوف الآية بتاعت النهاردة بتقول إيه. آية النهاردة يا حبايبي اللي احنا هنحفظها ومتفقين نحفظها، بتقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وكما رفع موسى، موسى هو اللي عمل الحية ورفعها على الراية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يرفع فين؟ برافو، على الصليب. طيب الآية دي يا حبايبي بنلاقيها موجودة في الكتاب المقدس في العهد الجديد في إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 3 آية رقم 14. طيب بعد ما حفظنا الآية مع بعض تعالوا بينا نشوف إحنا تعلمنا إيه من الدرس ده. إحنا تعلمنا إن ربنا بيحبني، وألامه على الصليب دي علامة كبيرة لمحبته لينا. هو من محبته الشديدة لينا نزل علشان يخلصنا ويتصلب على الصليب. طيب وتعلمنا كمان ان العهد القديم فيه كتير قوي قوي من رموز فداء السيد المسيح، وخدنا في الدرس ده ثلاث رموز للسيد المسيح، هما المن والصخرة والحية النحاسية. طيب وتعلمنا كمان ان الله بيشبع احتياجاتي الجسدية، زي ما شعب ربنا كان محتاج ياكل ويشرب، ربنا وفر لهم الاحتياجات دي وبعت لهم المن والسلوى وجاب لهم المية من الصخرة. وكمان بيهتم كمان باحتياجاتنا النفسية واحتياجاتنا الروحية. الله بيهتم بينا كلنا على بعضنا كده بكل احتياجاتنا، فما نخافش ابدا مدام ربنا مهتم باحتياجاتنا، ما نخافش ابدا من اي حد ولا اي حاجة تحصل في الدنيا. وتعلمنا كمان اني انا افتخر بصليب ربنا يسوع واشكره في كل الوقت، كل وقت اشكر ربنا، ما تزمرش زي ما شعب ربنا كان بيتزمر، لا انا المفروض اعمل ايه؟ اشكر ربنا على كل حاجة هو بيديهاني. تعالوا بينا دلوقتي نشوف الاسئله ممكن تيجي في الدرس ده ازاي. عندنا الاسئله هنختار من بين الاقواس. خرج شعب الله من ارض مصر بعد ان تعرض المصريون لكام ضربه؟ برافو، 10 ضربات، شاطرين. طيب السؤال الثاني، جاع الشعب في البريه وارسل الله لهم ايه؟ لما جاعوا ارسل لهم الحيات ولا المن ولا الصخره؟ لما جاعوا برافو، المن اللي هو شبه الرقاق زي ما قلنا. طيب عطش الشعب في البرية فأعطاهم الله ماء، منين؟ من الحيات ولا من المن ولا من الصخرة؟ برافو، من الصخرة. طيب تذمر الشعب على الله فأرسل له ايه؟ لما تذمر على ربنا، ربنا أرسل لهم ايه؟ الحيات ولا المن ولا الصخرة؟ شاطرين يا حلوين، الحيات. طيب كان كل من نظر إليها نجا من الموت، ايه الحاجة اللي ربنا قال لموسى يعملها وكان الشعب كل ما يبص لها ينجو من الموت وما يموتش؟ الحيه النحاسيه ولا المن ولا الصخره؟ برافو عليكم يا حلوين، الحيه النحاسيه، شاطرين كده. يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا ومستنياكم، اشوفكم على خير الدرس الجاي ان شاء الله.